مو بأي أحد تعرف عليه، تعطيه اللي في بطنك واللي في خاطرك كله. غلط. ليه يا أبو محمد؟ بقول لك ليه. لأن في يوم وليلة اعتبر أن هذا الشخص اللي قدامك فيه غدرة بتصير معك، وخليك محتسي لعمرك. هذا ترى وضعي أنا، أعطيك إياها من الآخر. ما أمشي مع شخص إلا لين أجربه في شيء من الوالدين. إن حسيت أنه ثقة هو ثقة. ترى مشيت أنا معه ناس واجد، وريجي على الطلاق وعرب يقول أبشر بالسعد. متى تدري عنهم؟ ما في وقت الضحك. لا يا حبيبي، أجت المشكلة. أجت المشكلة، بانوا الرجال وبانوا الحبايب وبانوا الأخوية وبانوا الصديق وبان الرفيق. كلن يقدر يكلم، وكلن يقدر يقول أحبك، وكلن يقدر يقول أبشر بالسعد، وكلن يقدر بالكلام سهل. ولكن لا جاء وقت الصدق، وجاء وقت كذا تحس إن الوضع بده خلاص، تسكرت البيبان. هنا يبين ما يطلع من الشلة ذي واحد، ويمكن بعد ما في أحد. ممكن تقول حملنا وشلنا. عشان كذا أنا ما عاد أثق، وأنت لا توثق. لقيت الوضع والخوة، ولقيت إن خوة ماشي، خلك معهم بالكذب، عش معهم بالكذب، اكذب عليهم وهم يكذبون عليك عادي، عامله مثل ما يعاملك.